نيجي للهيتر، السخان، سخان التلاجة. زي برضو سخان التلاجة بيختلف في موضوع الفولت، يعني مثلا لو عندنا تلاجة 110 أو 220 وبيجي مثلا بالطول أو بالوات، بيتباع مثلا على حسب بالوات أو مثلا نحل القديم ونشتري واحد زيه بيكون بالوات هو. نيجي ازاي نختبر الهيتر، برضو لازم يكون معانا كلامب، كلامب عشان نقيس الأوم. نيجي نقيس الأوم من على الروزيتا، ادي نثبت الهيتر. تأكد من كل حاجة سليمة. ادي قرا معانا، بس نعرف القراية كام. البن بس مش مظبوط، ادي قرا معانا 428، يبقى السخان ده شغال ما فيهوش ادنى مشكله. 428 نجيب واحد تاني برضو اوريكم سليم ونقيس. خمسمية واحد وعشرين، ادي زي ما احنا شايفين 521. يبقى كده احنا ايه، اكدنا من الهيتر بالأوم. فاضل عندنا السيرموديسك،